قرأوا شي سورة القرآن، سورة ياسين. القرآن حكيم، إنك من المرسلين على صراط مستقيم. ويا زين، فينك خاونا؟ طلعت من درج بازين الجار ده. صباح انت صاحبي، ادى سيجارة. الله لا خونا ما بقاش فريق خسر، خسوا باش يحل عينيه، ما عندوش باقي خسر. خونا قبي وليدي عاد بزاد ولا داصر. ريح ريح ما كيف جا العصر. وي 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 ما تنيلاش بوادي أوف أنا تصفق توحشنا شحال ما قلتي كسبان الخاوة الله يا وي ديالك مرة صار ما كتصوني ما والو صح الله يلا حشومة عليك أصاحبي خليني حط خلنا الدنيتي جلس جلس عندك كاغور شنو سميتك؟ المهم حومد حسني كاغور شنو دار؟ كاغور كحل شنو دار؟ داري التيليف فوق واش عاد كنقول لك أصاحبي هذا سد معايا نقول لك جد دارنيش أنا صاحبي توفيق اغوايا بصح شحال ما بنت عينا يا خي صلاه والعباده خويا واش فيها خي عينا يا خي ما عندك ما تمنى خي عينا يا خي ما ديش فيها حوال طيب الحمد لله والله الا الحمد لله واحد العشيه ولا واحد خان شكون هو صافوشي ما عرفش نسميه قال لك كتسكتوا هذا مراوني الدنيا هنا والله كان واقف بحال هذا شابر التليفون راه الايام زدوا له واحد خان التليفون عواد صافاو ديالك واش ايوب ديك خلا خاك صغير ولا كبير شنو داو له داو له التليفون سكتاو ديكلاري ولا شي ديكلاري كان ديكلاري شي راه قتلوه انا زعما ساعات لا قاعد قال لك يقول ديك خاله مول كاغول ولا شي مرون الدنيا انا ما عارف انا الرون اليوم شوف شوف شنو كاين داك مادي ما عندك ما زمان ما عندك ما زمان الخاو هادشي اللي طالع انا قلت لك هنا الدنيا مرونه دا واحد خان التليفون دابا خاو ديالك ايوا ما عندك ما تسمى الله اخي اصحاب طويب تيك نتي غراق من هذا مسوي دريك الحاومه تشوف لك كاين شي واحد وسير خاو ديالك شوف هاد خان وانا معاك دابا مشى انا معاك انا فاهم زين دابا بقيت متبعي لاخو الصلاه ديالي وامسي الله يتقبل امين الله يرحم والديك شكرا انا الله بصحه الله يا اخي الله يعزك الله يرحم والديك سمح لنا الله يا اخي السلام انا خا مزيان واخا لعيبه عاوتاني بحال العاده بلا خوذين مبال بلا تي تينا عاوتاني انت اللي مرونه في هذا الشارع هذا واش مرونه سير في حالك سير علاش في حالك اش ندار معاك هذا ها ندار معاك شوف حالك شوف يلا مشي في حالك الله يعينك صافي ها انا صافي واحد واحد خانا كيلبس كابو كريزه اللي خالي كتعرفو جينا الا كان عندي الا كان عندي هنايا صاحبي والله الا زعما كنت عند بار ما بين هنايا اقسم بالله ما كتعرفوش الا دا زايده ما كنعرفوش ياك اخويا الله يرحمك واجي خاوه نقول لك غادي نوقع عمار اخويا ديال الزنقه التحتاني ياك اخويا تما تجبروا الله يرحم والديك اخويا شكرا انا الله يعزك اخا السلام عليكم السلام الحمد لله عرفتي هي هو هذاك مول كاغول مول كاغول اخي قالوا لي انا مرون الدنيا هو اش فيها جيتي صاحبي خاو ديالو صغير صاحبي ديتي له التليفون اخي ما منظر ما والو لا ليا ديك الشيء صاحبي تي معايا تقلب على راسك انا نمشي معاك انا الطريق ديالي ماشي انا كنقرا القران كنقرا على راسي واش نبقى نتبعك نزينه انت اللي كتقرا القران شنو هاد الحاله خاو ديالي باقي عايش في التسعينات كذا دابا صح هاد الشيء هذا ما عطاني والو اخي لا خا تي معايا صافي نمشي بحالنا
كسم من هنا. كسم من هنا. قال لك تيني وصول اخاي الطريقه هذيك شمنا احنا كنا قلت لك صاحبي تبعني كصعيب ولا تبع مع راسك انت نضباسي تيني والله الا تيني وصول اخاي تكني تقاسينا نضربو في الجيم هذا اخا وشحال يجيب لي 1000 درهم انت ضار بحط 1000 درهم ديالك باقي تشوف معايا الخير صح اسمع لا اخا وانا ضروري ديك صاحبي ما كيعطيني والو يعني شكي تاني كيعطيني والو الدار والجامع شحال يجي كيجي يشكي عليا وكيقول لي اخاي الدولي شكي تاني ما كيعطيني والو يعني مربح عني صافي اخا والله عز هاني يا صاحبي متى تعينك خاوه تكون ديك الماما صحاب دعوتنا سهل هاي سكت شاوفي شاوفي راه مدرن مهدي كان عرفوس يا لا والله لا صح عقلت ليا راس راس ليخا يا قتلوه لا يا سي ليه من سميت يا صاحبي ليه من سميت انت ماشي راجل يا الدنيا لعبت لعبتها عيشتني في غبينتها يا ربي استرها بكسي انا كتير الحمامة بلا ريشة حياتي ماشية كبغيت عايش.